قلبك حنين يا نبي، مفيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله نكمل المفرش اللي بدأناه مع بعض. ابتديت سطر جديد واشتغلت 12 فراغ، وهشتغل 7 أعمدة. وفراغين وأعمدة في الفراغ الثالث، هشتغل 4 فراغات. هشتغل 7 أعمدة وأعمدة في الفراغ، هشتغل فراغين في بداية الأعمدة. وهشتغل أعمدة في نهاية الأعمدة، هشتغل فراغ، هشتغل 10 فراغات. هيبقى عندي 11 فراغ، هشتغل 4 أعمدة. وثلاث فراغات. واربع أعمدة. وهكمل فراغات لغاية ما اوصل للأعمدة اللي في نهاية السطر. ابتديت سطر جديد واشتغلت 18 فراغ، وهشتغل أعمدة في الفراغ 19. وفراغ وأعمدة في الفراغ. هشتغل فراغين وأعمدة في 4 فراغات. هشتغل 7 فراغات. هشتغل فوق كل عمود عمود وأعمدة في الفراغين وأعمدة فوق الأعمدة، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ، هشتغل 3 فراغات. كده يبقى عندي 4 فراغات. الفراغ الخامس هشتغل أعمدة. هشتغل 4 فراغات. واربع أعمدة.
وهكمل فراغات لغاية ما اوصل للأعمدة اللي في نهاية السطر. ابتديت سطر جديد واشتغلت 17 فراغ واربع أعمدة. وخمس فراغات. وأعمدة فوق الأعمدة. وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. اشتغلت 8 فراغات، كده بقى عندي 9 فراغات. هشتغل فوق كل عمود عمود. وأعمدة في الفراغ. وفراغ. أربع أعمدة. وفراغ. واربع أعمدة. وفراغين. وأعمدة فراغين. وهكمل فراغات لغاية ما اوصل الأعمدة اللي في نهاية السطر. ابتديت سطر جديد واشتغلت 14 فراغ وسبع أعمدة. وفراغ. وأعمدة في الفراغ. وثلاث فراغات. وأعمدة في الفراغ الرابع. هشتغل 13 فراغ. هشتغل فوق كل عمود عمود. وبعد كده هشتغل 5 فراغات واربع اعمدة. وهكمل فراغات لغاية ما اوصل للاعمدة اللي في نهاية السطر. اشتغلت الاعمدة اللي في بداية السطر. اربع اعمدة. فراغ. اعمدة في الفراغ. فراغ. اربع اعمدة. السطر ده بقى هنشتغل فيه التناقص اللي احنا اشتغلناه في بداية المفرش. هبتدي بقى اشتغل اعمدة في 5 فراغات.
وتسع فراغات، وفي الفراغ العاشر هشتغل أعمدة، هشتغل فراغين أربع أعمدة، خمس فراغات، وهشتغل فوق كل عمود عمود، هشتغل 12 فراغ، وفي الفراغ ال13 هشتغل أعمدة، هشتغل خمس فراغات، وأعمدة في الفراغ السادس، وهشتغل فراغين فوق الأعمدة، هشتغل تسع فراغات، وهشتغل أعمدة في خمس فراغات زي ما اشتغلت من بداية السطر. ونرجع نكمل. ابتديت سطر جديد واشتغلت اربع اعمدة، واعمدة في الفراغ، وفراغ واربع اعمدة، هشتغل فراغ واربع اعمدة، فراغ واربع أعمدة، وفراغ واربع أعمدة. هشتغل تسع فراغات، وفي الفراغ العاشر وال11 هشتغل أعمدة، هشتغل فراغ وأعمدة في فراغين، وأربع فراغات، وأعمدة في الفراغ الخامس، هشتغل فوق كل فراغ فراغ، دول 11 فراغ، لغاية ما اوصل للأعمدة هشتغل فوق كل عمود عمود، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ، هشتغل 6 فراغات، كده يبقى عندي 7 فراغات، وهشتغل أعمدة في فراغين، وهشتغل فوق كل فراغ فراغ لغاية ما اوصل للأعمدة، هشتغل أربع أعمدة فراغ، أربع أعمدة زي ما اشتغلت من بداية السطر. ابتديت سطر جديد واشتغلت أربع أعمدة، وهشتغل فراغ وأعمدة في الفراغ، هشتغل فراغ، الجزء ده كله بقى فراغ وأعمدة، لغاية ما اوصل للفراغ ده هشتغل فيه أعمدة وأربع أعمدة، هشتغل 20 فراغ، هشتغل أعمدة فوق الأعمدة وأعمدة في الفراغ، هشتغل 7 فراغات، وأعمدة في 3 فراغات، هشتغل 5 فراغات،
وسبع أعمدة، وهشتغل فراغ وسبع أعمدة، وهشتغل فراغات، وهكمل زي ما اشتغلت من بداية السطر. ابتديت سطر جديد واشتغلت أربع أعمدة وأعمدة في الفراغ وفراغ وأعمدة. بعد كده هشتغل 18 فراغ، هشتغل أعمدة في الفراغ 19، فراغ وسبع أعمدة، اشتغلت سبع أعمدة وأعمدة في الفراغ، وهشتغل ست فراغات، وهشتغل أعمدة فوق الأعمدة دي كلها، وبعد كده هشتغل فوق كل فراغ فراغ لغاية ما أوصل للأعمدة، هشتغل فوقيها زي ما اشتغلت من بداية السطر. ونرجع نكمل. ابتديت سطر جديد واشتغلت فوق الأعمدة أعمدة وأعمدة في الفراغ، يعني الجزء ده كله كده اشتغلته أعمدة، وبعد كده اشتغلت فراغ وأعمدة في الفراغ وأربع أعمدة. بعد كده هشتغل فوق كل فراغ فراغ، الفراغات دي كلها كده هشتغل فوقيها فراغات لغاية ما أوصل للأعمدة، هشتغل فوق كل عمود عمود وأعمدة في الفراغ، هشتغل 10 فراغات، وأعمدة في 3 فراغات. بعد كده هكمل فراغات لغاية ما أوصل للأعمدة، هشتغل فيها زي ما اشتغلت من بداية السطر. هنبتدي سطر جديد بعد ما نهيت السطر، ارتفعت سلسلة. بعد كده بقى هشتغل منزلقات كده، او ادخل كده فوق العمود واشتغل منزلقات، هشتغل منزلقات لغاية ما اوصل لتاني فراغ. هبص كده للفراغات اللي تحت الأعمدة لغاية ما اوصل هنا كده بالظبط كده اهو، وهوقف المنزلقات، هنشتغلها مع بعض كده. اهو كده يعتبر فوق تاني فراغ على طول. بعد كده بقى هرتفع 3 سلاسل وهشتغل 4 اعمدة. طبعا الثلاث سلاسل دول يعتبروا عمود كده، ده تاني عمود، 3 4، وهشتغل فراغ، هرتفع سلسلتين واشتغل عمود فوق العمود، وهشتغل أعمدة في الفراغ كده. بقى بنبتدي نشتغل تناقص عشان يدينا نفس التدريجة اللي بدأنا بيها المفروش. بعد كده هرتفع سلسلتين وهشتغل تاني فراغ، وهنهي بقى بأربع أعمدة. بعد كده هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للفراغ اللي قبل الأعمدة. وصلت للفراغ اللي قبل الأعمدة، هشتغل فيه أعمدة، وهشتغل 7 أعمدة،
وفراغ وأعمدة في الفراغ. بعد كده هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للأعمدة. هشتغل فوق كل عمود عمود، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. اشتغلت فراغات لغاية ما وصلت للأعمدة. هشتغل 4 أعمدة كده، 2 3 4. وهشتغل فراغ وأعمدة في الفراغ. وفراغ في بداية الأعمدة. و4 أعمدة. إن شاء الله الفيديو الجاي نكمل المفرش مع بعض. دمتم في حفظ ورعاية الله.